السلم من الحاجات اللي شفنا لعيبه كتير ونوادي بتستخدمه في التمرين، وفي لعيبه بتستخدمه على اساس ان هو هيحسن من سرعتها. لو عايز تعرف هل السلم ده هيحسن من سرعتك ولا لا، وايه فوائده وازاي تستخدمه، تابع معايا لاخر الفيديو. واحدة من الحاجات اللي خليتني اعمل فيديو النهارده ان في لعيبة كتير بتستخدم السلم ده بشكل زيادة عن اللزوم على اساس ان هو ده اللي هيحسن من سرعته، وده غلط تماما. بص يا نجم، اول حاجة مفيش تمرين او فيديو هتشوفه مدته 5 دقايق او 10 دقايق او حتى ساعة هو اللي هيخليك تبقى سريع، الموضوع مش بالسهولة دي خالص. وبشوف ناس على انستجرام بتعمل التمرين ده بشكل كويس جدا، ده مش معناه ان هي في الحقيقة سريعة، علشان في ناس ما بتعرفش تعمل التمرين ده بشكل كويس، لكن هي في الحقيقة سريعة. طب خلينا نشوف الكلام ده على أسرع الرياضيين في العالم. لو جينا هنا شفنا سباق الميت متر، وإيه اللي بيخلي لعيب يفرق عن التاني؟ مش سرعة الرجل بس، اللي بيفرق واحد عن التاني هي قوة ضرب رجله للأرض زائد طول خطوة رجله. ده يعني إيه؟ ده معناه إيه؟ يعني كل ما كان عنده قوة يضرب بيها الأرض كل ما كان أسرع وخطوته أطول وأوسع. بالعكس لو شفتينه وأنا بتمرن هتلاقي إن خطواتي قصيرة جدا، وكمان مفيش في التمرين قوة. ولو جينا هنا برضو للرشاقة أو تغيير اتجاهات أو خفية الحركة، هتلاقي عشان يبقى عندك رشاقة وخفية الحركة لازم يكون عندك القدرة على التباطؤ والوقوف بشكل سريع. ده معناه إيه؟ ده معناه عشان يكون عندك رشاقة لازم تكون بتعرف تتحكم في الوقوف بأقصى سرعة وتغيير اتجاه جسمك بأقصى سرعة. ولو جينا برضو نشوف الكلام ده على السلم، مش هتلاقي ولا في تباطؤ ولا في تغيير اتجاهات، مع اني شكلي بتمرن بسرعة، بس شوف انا خدت وقت قد ايه عشان اعدي مسافة السلم دي. هتيجي انت بقى تقول لي يعني السلم السرعة ده مش هيزود من سرعتي وملوش لازمة؟ هقولك اه، بس انا ما قلتش ان ملوش لازمة. طالما نوادي كبيرة زي دي ولعيبة مصروف عليها ملايين ما بيعملوش حاجة ملهاش لازمة، اكيد ليه فايدة. رقم واحد، هو وسيلة كويسة جدا للتسخين قبل التمرين او المباراة. والفايدة رقم اتنين، انه بينمي حاجة اسمها عندك توافق عضل عصبي. يعني ايه توافق عضل عصبي؟ ان مخك بيدي اشارات لجسمك انه يعمل كذا حاجة في نفس الوقت بشكل كويس. افهمك اكتر، انت لما بيبقى معاك الكرة في الملعب بيبقى مطلوب منك انت تركز على كذا حاجة في نفس الوقت. يعني لو انت معاك الكرة بتبقى مركز على فين زمايلك، فين الخصم بتاعك، الكرة هتتحرك فين اول ما تجيلي، هل انا هاخدها وباصي على طول ولا انا هتحرك، هل الكرة هتبقى ماشية ازاي. هي دي توافق العضل العصبي اللي انا قصدي اوصله لك، وانك بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت بشكل متناسق. والتمرين ده بيبقى كويس جدا للاطفال الصغيرة، عشان الطفل وهو صغير ما بيبقاش عنده تحكم في جسمه. تمرين زي السلم ده بيساعد الطفل انه يتحكم في حركات جسمه، علشان ما تيجي تديله اساسيات الكورة مثلا وتقوله ازاي باصي او ازاي يعمل دريبل بالكورة، بيبقى عنده تحكم احسن في حركات جسمه، فبيقدر يعمل التمرين بشكل كويس. فالسلم وسيلة كويسة ان هو يخليك تبقى سريع فكريا في الملعب، فالتمرين ده كويس جدا عشان بيحسن من تركيزك وسرعة اتصال عقلك بجسمك، وهو وسيلة كويسة جدا انه يعلم الفيتنس ليفل بتاعك. اللي عايز افهمه لك في الفيديو ده انك مينفعش تتمرن حاجة انت مش فاهمها ومش عارف اذا كان هي هتطورك ولا لا، لانك لو ما عملتش كده انت في الاخر مش هتوصل لنتيجة كويسة. لو عايز تعرف فعلا ايه اللي بيزود من سرعتك تابعني في الفيديوهات الجاية، ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده بشكل تفصيلي. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد، وبجد احنا بنتعب في المحتوى ده فعايزين نوصل لكل الناس. ولو اي حد عنده اي استفسار يكتبه لي في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله هرد عليه.